الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. الحقران يقطع المصران، وهذا مثل أو نصيحة ينصحونها بالناس لها جانبين. جانب واحد أنه يعني يهدون الشخص هذا عشان ما تزيد المشكلة، فيقول الحقران يقطع المصران، أنت ما تبغى تعور الفلان اسكت عنه، خله هو يهذرب، أنت ما يخصك، أنت أكثر شيء بتغايض به إذا تبغى تغايض به. فهم هني يطيبون خاطر هذا عشان يسكت، لأن سكت هذا سكت هذاك. إذا كان الصوبين حشرة تستوي حشرة في صوبين اثنين متواقعين وهذا يرمس وهذا يرمس بتستوي مشكلة، بتستوي أكبر بتستوي أكبر. فإذا سكت واحد خلاص أنت تراضيه من هالجانب، وحقيقة إذا تجاهلت الشخص أنت أكثر أسأت له، أكثر أثرت فيه. فهي نصيحة زينة، وبعد مو بزينة أنت أنك تحقر الناس، حقر الناس مو بزين الحقران، لأن كلمة احتقار هي من احتقار تطلع تحقره. ونحن بس عندنا في لهجتنا المحلية الحقر أنك تسكت عنه، مو بتحتقره، أنك تسكت عنه يعني ما تجاوبه، وبالتالي أنت ما عطيته وجه، ما عطيته جبال، فبالتالي أكثر هو يحرج. هي من جانب واحد تنزل تخف الحدة، ومن جانب ثاني هاي النصيحة يبرد فؤاد الواحد في الثاني. وهذا يعني مني زين ومني بعض الأحيان بعد يكون زين، لأن أساس أنه إذا كان هذا مسوونها ريالا زين هذاك بيتأدب، وإذا ياك واحد حقرك أنت بعد يكون تعرف تشيل عمرك بدون ما تضايق بعد. هذا زين، هي كلها نصح وكلها شوي يعني تهدية في العلاقات الاجتماعية. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.